ونشط بقى النهاردة بعيدة يعني بشكل كبير عن كرة القدم وتحديدا من عند لعبة التنس، وأكيد كل عشاق ومحبين لعبة التنس تابعوا امبارح مباراة نص نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، أكيد واحدة من أهم بطولات التنس الكبار. المباراة دي بقى كانت ما بين اللاعب الأسباني الأسطورة أكيد رافائيل نادال والألماني ألكسندر زافيرف. زافيرف امبارح اتعرض لإصابة قوية جدا خلال المباراة واضطر إن هو ينسحب بعد إصابته بالتواء في الكاحل، وده طبعا أجبره إن هو يسيب ملعب اللقاء ويعلن انسحابه عشان يتأهل المتدور للمباراة النهائية. لحظة بقى سقوطه على الأرض وصراخه يعني في الحقيقة أفزعت كل الناس اللي كانوا موجودين، كل الجماهير اللي كانت موجودة، وكمان كل اللي كانوا بيتفرجوا عليه عبر شاشات التلفزيون. على الفور لقينا بسرعة نادال بيجري عليه، بيجري ناحية زميله عشان يطمن عليه ويؤازره، حتى ان هو قال بعد المباراة دي انها كانت مباراة صعبة جدا استمرت لأكتر من 3 ساعات لغاية لحظة إصابة زميله، وكمان قال ان زافيرف قدم مسابقة لا تصدق، وكمان قال ان هو اعرف جيدا وهو قاتل قد ايه من اجل الفوز لكن لم يكن محظوظا وحزين جدا لاجله واتمنى لي ان هو يتعافى سريعا. نادال كمان يعني اكيد بيواصل تألقه، كمان بيوصل للدنيا كلها وللعالم كله بيثبت قد ايه ان الاساس في اي رياضه الروح الرياضيه، ودي اهم من اي فوز او اي انتصار او اي بطوله. وبكده بقى بتكون خلصت النهارده حلقتنا من اخبار اون تايم. بشكركم جدا على حسن المتابعه والى لقاء اخر.